عندما تريدون أن تتعاملوا مع جهاز، مع آلة، مع جماد، تحتاجون إلى معرفة. أنتم عندما تشترون سيارة، كيف تتعاملون مع هذه الآلة الصماء؟ هل يمكن بدون معرفة؟ هل يمكن بدون دورة تمرينية تتعلمون قيادة السيارة؟ إذا واحد قاد السيارة بدون معرفة، ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يسقط في هاوية وينتهي. إذا التعامل مع آلة، مع جماد، يحتاج إلى معرفة، فما بالك بالتعامل مع بشر؟ البشر معقد إلى أبعد الحدود، كائن معقد لعل أعقد ما في هذا الكون هو نحن البشر، جدا معقد. رجل يتزوج امرأة لا يعرف كيف يدير الحياة العائلية، يفشل أو لا يفشل؟ يفشل. امرأة تدخل الحياة العائلية ولا تعرف كيف تتعامل مع زوجها، تفشل. أب وأم عندهم أولاد، كيف يتعاملون مع هؤلاء الأولاد؟ إذا لا توجد هنالك معرفة ولا يوجد هنالك علم، واحد يفشل. كثير من الآباء والأمهات في بعض الأحيان يتحيرون كيف يتعاملون مع أولادهم، هل يأخذونه بالشدة أو يأخذونه باللين، يتحير. هنالك ضوابط علمية، وكثير من هذه الضوابط موجودة في روايات أهل البيت. إحنا قليلاً ما نطالع روايات أهل البيت صلوات الله عليهم. البحار 110 مجلدات، كم مجلد من البحار طالعنا؟ طالعنا مجلد واحد؟ هذه الثروة المجهولة، دقائق الحياة العائلية توجد في روايات أهل البيت، دقائق المناهج التربوية توجد في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم.